أولى تلك الزيارات همت مشروع تطهير السائل بمدينة الداخل الذي رصدت له مبالغ مالية بلغت أكثر من 300 مليون درهم ممول في إطار اتفاقية شراكة بين عدد من القطاعات والمجالس المنتخبة بالجهة. ويحتوي المشروع في شطره الأول على شبكة للتطهير وأخرى لمعالجة المياه العادمة على طول 67 كيلومترا ومحطة للضخ، في حين يحتوي الشطر الثاني للمشروع على قنوات الضخ والتطهير وأخرى لمعالجة المياه علاوة على الربط الكهربائي واقتناء معدات الاستغلال. وكما تم بنفس المناسبة زيارة مشروع تقوية تزويد مدينة الداخل بالماء الصالح للشرب، حيث قدمت للوفد شروحات حول خاصيات المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 150 مليون درهم. هذه المشاريع أولا في الصباح، اليوم في الصباح بدينا بمشاريع الماء، أولا محطة معالجة المياه العادمة، وهذه المحطة هي مهمة جدا حيث أن مبلغ الاستثمار ديال هذا المشروع 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم، واللي غادي تمكننا باش نعالجوا جميع المياه ديال مدينة الداخلة والمنطقة. ثم زرنا مشروع ديال محطة تحلية المياه ومعالجة المياه لأغراض يعني مياه الشرب اللي غادي تكون بعد باش نزودوا. وبغيتنا نشير بانه الصبيب الان اللي عندنا في الداخل هو 110 لتر في الثانيه. بهذه المحطه ان شاء الله اللي غادي تبدا في 2014 في ثلاث شهور الثانيه ديال 2014 افريل 2014 غادي الصبيب يوصل 310 لتر في الثانيه، اذا غادي نضعفوا الصبيب ثلاثه المرات. لا يمكن الحديث عن المشاريع في وادي الذهب ويغفل الجانب البيئي. المطرح البيجماعي المراقب الداخل العرقوب الذي رصدت له مبالغ مالية بلغت نحو 40 مليون درهم ومساحة 16 هكتار تمت زيارته للاطلاع على تفاصيل المشروع الذي يتميز بمواصفات عالية الجودة فيما يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها دون الإضرار بالبيئة. هذا مطرح مراقب اللي غادي يكون مدبر بوسائل عصرية وتقنية عصرية، وغادي يمكننا أولا غادي نحولوا النفايات اللي كاين الان في جانب مدينه الداخله غادي نحولوهم لهنا، وثانيا النفايات كلها غادي تجي لهنا باش غادي تطمر وغادي تدبر بوسائل يعني عصريه وتقنيه، وهذا اللي غادي يمكن ان شاء الله من هذه السنه يمكننا نقولوا بانه مدينه الداخله غادي تكون في المرتبه الاولى بالنسبه للمدن المغربيه من ناحيه ديال تدبير الماء والكهرباء والبيئه. الوحده اللي تعود تعطي 200 لتر في الثانيه اللي تضاف على الوحده السابقه، وبالاضافه الى هذا المطرح اللي قد زرناه من قبل، اليوم جينا مع معالي الوزير من اجل الوقوف في عين المكان على المشاريع اللي هي اصلا، والحمد لله كان مرتاح وفرحان جدا على انجاز المشاريع. الزيارة الميدانية شهدت أيضا زيارة مشروع الثقب الاستغلالي بشاطئ تروك على بعد 25 كيلومترا شمالي الداخلة. شروحات حول المشروع قدمت فيما يتعلق بالعمق الإجمالي للمشروع الذي سيبلغ 500 متر، إضافة إلى بعض خصائص الماء المستخرج بهذه المنطقة.